منذ أعلنت السعودية رسمياً تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في 2 مارس لعام 2020، أظهرت الكوادر الطبية والتمريضية التزاماً بالعمل ضمن الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة وتقديم الرعاية الصحية للمصابين. كانت عوامل نفسية كبيرة وفي ضغوطات أثناء العمل، لكن إحنا متعودين على الموضوع هذا لأن مو أول مرة نشتغل مع فهذا شيء طبيعي بالنسبة لعملنا، ولله الحمد توفقنا وما كان في أي مشكلة سواء كانت نفسية أو اجتماعية سواء داخل المستشفى أو في المنزل. أذكر أنا شخصيا وكذا من الممارسين الصحيين زملائي كنا بعيدين عن أولادنا وعن أهالينا في البيوت بسبب خوف نقل العدوى لهم، فكان الخوف حقيقة علينا وعلى الأسر وكذلك على المرضى اللي كنا نشوفهم. رغم خطورة تعرضهم للإصابة وإبعادهم عن أسرهم لفترات طويلة، برز دور الممارسين الصحيين من أجل صحة المجتمع. 7 مرات تقريبا جاتني أعراض تنفسية واضطريت أخذ المسحة وأعزل نفسي عن عائلتي، واللي كان مرة صعب. حالات الموت اللي كانت بالعائلة اللي إصابوا بالكورونا خصوصا أنهم كانوا صغار بالسن، كان جدا موجع الموضوع، بس كان في نفس الوقت لازم انه انا اركز على شغلي واركز انه في عندنا مرضى محتاجين هذا الاهتمام الطبي. بالنسبه لي كأم كنت اعاني باني اكون بعيده عن ابنائي واقدم الرعايه الصحيه بنفس الوقت للمرضى المصابين بكورونا. مع بدء تلقي لقاح كورونا يسود تفاؤل عند الفرق الطبيه والصحيه بعام 2021، خاصه مع انطلاق المرحله الاولى للتطعيم في مركز اللقاحات بالشرقية. من الدمام، علي اللغبي، العربية.